سيدنا أبو بكر، إبراهيم. إيه؟ إبراهيم. سيدنا إبراهيم. بغبغان، غراب، الجمل، الحيوان اللي بيسم زي رمضان زي البشر، النملة. شيخ يعني أكبرهم سنا، يعني هو ملقب بشيخ الأنبياء، هم كلهم ماتوا فملقب بشيخ الأنبياء. قصدي آدمهم. سيدنا نوح. سيدنا نوح ماشي. طب أبو الأنبياء بقى؟ سيدنا آدم. أبوهم، أبونا كلنا، إبراهيم. صح. أوكي. سيدنا أبو بكر. لا. ملقب بأبو الأنبياء. أبو الأنبياء. سهلة دي. آدم، سيدنا آدم. قربت شوية بس مش هو. مش بجد؟ لا بجد مش عارفة. مش عارفة؟ شكرا. إيه؟ فكري تاني. سيدنا إبراهيم. شيخ الأنبياء. نوح. داود. كنا حلوين الأول. نوح. نوح. طب أبو الأنبياء. إبراهيم عليه السلام. عليه السلام. شكرا جدا ليك. جزاك الله خير. علي أبي أبي طالب. لا. طبعاً. إيه؟ مش هغششك أنا. خلاص. ماشي تمام شكرا. تعالى إبراهيم. إيه؟ إبراهيم. سيدنا إبراهيم. طيب قول لي الحيوان اللي بيصوم زي البشر، اللي بيصوم في رمضان زي البشر. زي الحوت. حوت؟ مفيش جمل تاني؟ ممكن الجمل، ممكن الجمل برضه. الجمل برضه؟ الجمل. شيخ الأنبياء. مش عارف بصراحة. سيدنا نور. ماشي. غششتك. بغبغان، غراب. ايه؟ غراب. غراب طائر. انت قلت حيوان اصلا. بيصوم في رمضان زي البشر. هو اكتر الحيوانات بتصوم، مثلا الجمل، بس ده مش في رمضان. صاحبتي اللي وراك دي. وراك دي. قولي لي كده ايه؟ الجمل. الجمل؟ النمر. ايه؟ النمر. النمر؟ ممكن الحوت. حوت؟ فكري كمان شوية. الاسد. برافو عليك. صح. انت طيب. عرفتها ازاي دي؟ الكلب. انت كده قلت ثلاثة. والرابع. مفيش تاني؟ مع البشر برضه. البشر ايه؟ بيصوم. البشر حيوانات يعني؟ لا بني ادمين برضه. ايه؟ بني ادمين بس ساعات بيبقوا حيوانات برضه. ايه؟ ساعات بيبقوا حيوانات. عندك في بشر في حياتك ساعات بيبقوا حيوانات؟ ساعات. بتقابل كام حيوان صايم في اليوم؟ ما تعدش. ما تعدش. الحيوان اللي بيصوم زي رمضان زي البشر؟ اه. لا مش عارف بصراحة. فكر كده. النملة. ايه؟ النملة. النملة؟ مش عارف. فكر تاني. فرصة كمان. مش جاية معاك خالص. مش جاية؟ مفيش حد في حياتك بيصوم زي البشر خالص؟ واحد صاحبي. ايه؟ ايه هو الحيوان اللي بيصوم في رمضان زي البشر؟ كل واحد صاحبي تاني. واحد صاحبي. ايه؟ واحد صاحبي. بيصوم اسمه ايه؟ محمد احمد. بيصوم زينا يعني؟ لا ما بيصوم زينا. وجه له رسالة بقى. احب اقول لك صوم زي البني ادمين.